السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا خلونا من المباراه اللي كانت ممله، مباراه يعني مباراه بدون عنوان. مهم فزنا، عندنا 4 فيكتوار، رانا فايزين، رانا كاليفينا صايد، رانا كاليفينا في كونتر اوغندا وكونتر تنزانيا. يعني ينجم يخلي الناس تريح ويجيب كاع لعابي وخسائر. انا كالي فينا كيما عطينا الكلاسمون نهار الاول، قلت له عندك 4 ماتش الاولى غادي تجيب بهم 6 بوا 12 بوا. انا كالي في صحيح، بصح راه لازم تخدم في طعن، نولو دائما نطيعو في مجموعات سهله، ما نطيعوش في مجموعات صعبه. وفي علمك خويا هذه هي. المهم شاهدنا وين جاي زبيزف، وين ينتقد المدرب ماجد بوقرة ويثني على هذا المشرف. يعني يوم ستيف ما تشكروش، يبلوا عليك خطره اخرى، يبلوا عليك في الطواليت هذا الخطر، تبهديله بريزيد وبارتي تلعب وانت الناس مبلع عليك. بعد يقول لك انا رئيس اتحاديه باغي يحترمك، على بالك بلي الموند كامل شاف هذيك التصويره تاعك، هذاك الفيديو تاعك الموند كامل. والله ما بارتيه كاع، والله العظيم تفرجت، والله فرجت. المهم لعبنا وصايك، جات لعبت على عين على نقول وحنا كيما هاكا، طفرت في لي كلاو رمضان، طفرت في لي كلاو وطفرت في لي افتاو باش ياكلو رمضان. الناس هاذيك لي فتات على بالكم لي فتاو، أو صعيبة. وانتقد رئيس كرة القدم جايز فيزو ضمنيا المدرب الوطني المنتخب الوطني اللاعبين المحليين ماجد بوقرة واستراتيجيته في تسيير منافسة الشان أخيرا، مقابل ثناء على هذا المشرف واستراتيجية في بناء منتخب تنافسي. يا ودي منتخب انتوما راكم تبنولو فيه، انتوما راكم تبنولو فيه، شو تاع اللي قاعد وما يجيبولو لا ديرولو ما ديرولو كيما هاك. جيبونا منتخبات، جيبونا نقابلو منتخبات كبار. على بالنا بلي راكم بيتحوسوا تجيبو فانيك، تجيبو فانيك ايه فماك، بيتلعبو مع تونس ماتش اميكا، راكم بيتحوسوا يعني في الدات فيفا بيتلعبو مع تونس ماتش اميكو. على بالنا اللي بيها، على بالنا بيتلعبو ماتش اميكو مع تونس، حتى الواحد والواحد البيان اللي بدا دايرين على بالك اللي بدا مين بغو نلعبو، نلعبو كاليفيكاسيو كوب دي موند ولا كوب دافريك، وتقرب كوب دافريك ولا تقرب، نلعبو مع تونس. هذه الناس داروها نلعبو مع تونس، غادي تلعبو مع تونس، غادي نعاودو نلعبو مع تونس ومع موريتانيا. ايوا روح جيب الصح، روح جيب الصح. السويد اللي ضربتنا بزوج حبات خسرت بثلاثة في بلادها السويد. وقال زويزف خلال حضوره، يوديك ما يبينش هكا حوا زويزف الى ما لعبهاش سبع قدام بوقرة ولا قدام رومان ولا قدام ولد علي، قدام يلعبها سبع، ما يلعبها سبع كونتر هذا ما يطيش. وقال زويزف خلال حضوره لاشغال الجمعيه العامه للجنه الاولمبيه الجزائريه رد على السؤال بخصوص حظوظ المنتخب تحت 23 سنه. جايز فيزب يعني تاع 23 سنة، وين في التأهل، وين قال لهم باللي مازلنا يعني من أجل التأهل في غانا، يعني نهايات كان في المغرب. أنا لا أفكر بعقلية منتخب، أنا أفكر عبر تخطيط وبرنامج، وحقيقة أن المنتخب غانا الذي لعب أمامنا حضر إلى الجزائر لخوض منافسة الشان بمنتخب تحت 23 سنة، وغير هذا الدولة لا تملك مستوى رياضي عامل على ضمان تحضير جيد لتحقيق لتصفيات الكان المؤهله لاولمبياد، وهي المنافسه الاهم. واضاف زويزف لا انتقد مدرب ولا لاعبين في اشاده للمنتخب تحت 23 سنه، هذا مشكل سياسي وعمل واتوقف هنا. وبدا جليا ان زويزف الذي كان قبل اسابيع قليله يؤكد على بقاء ماجد بوقرة للعمل مع الفاف حتى في غياب اهداف واضحه، يكون وان اصطفى وراء عدد من النقاد والمتتبعين الذين انتقدوا ولو متاخر اعتماد بوقرة على اللاعبين
نهزوا سن 30 30 سنة المنافسة في بطولة الشان الأخيرة بحث عن التتويج باللقب، على عكس ما قامت به أغلب المنتخبات المشاركة ومنها بطل الدور السنغال الذي لجأ إلى الاعتماد على عناصر تنتمي جلها إلى منتخب تحت 23 سنة. بحث عن كسب الخبرة تحسب الاستحقاقات أهم. لا بصح ما تكذبوش علينا، هذا مقرر لو كان يخرج يهدر كيفاش ناس يعني قالوا له محتاجين، ما خصناش تكوين، احنا محتاجين هذا الشان نربحوه، خاصنا بين نربحوه، ما خصناش تكوين. احنا ما نشوفوش منتخبات اللي جات يعني من اجل التكوين، من اجل كسب زيد كسب الخبره وكلش. لا ما نكذبوش على روحنا، يعني باش يجي واحد يقول لك منا ولا لا، لا ما نكذبوش. هذه هي وما قعدوا انتم قعدوا ربحوني على بالك ربح الله. ويساعد بعد هذه التصريحات عاد زويزر بخطاب مغاير وهو يستعد ليستقل يعني الطائرة خاصة التي أقالت المنتخب الوطني يعني لفترة كونتر بارتي في المارتيا ليعلن توقف يعني توافق رؤية وبينه وبين هذا المشرف، لما قال ما يمكنني استخلاصه بالنسبة للمنتخب الأول أننا خضنا 4 مباريات وحققنا 4 انتصارات، ثانيا نحن في بداية المرحلة الجديدة تشهد اندماج لاعبين واعدين، وهذا يندرج في إطار مشروع متكامل القائم بين الاتحادية وهذا المشرف الذي بهدف إلى تكوين منتخب تنافسي على مدى القريب والمتوسط ولا مشي البعيد. وذكر زويزف أن الخوض مدعمون في مواعيد المقبلة لتكييف مع ظروف أصعب ومنافسين أقوى من تلك التي شاهدوها خلال تصفيات الكان، وتابع نحن في إفريقيا تونس أو بلد آخر علينا أن نتأقلم مع الظروف، نحن لا ننظر إلى التصفيات الحالية، هناك تصفيات مونديال حيث سنكون مدعوين يعني لمواجهة منتخبات أكثر تنافسية وظروف مناخية صعبة، وعلينا كاتحاد أو منتخب استعادة لكل ذلك اللعب في النيجر أو البنين، نتأقلم ونتكيف مع الخصوصيات. يعني دروك المنتخب الوطني دروك لازم صح لازم نلعبو كونت منتخبات، يعني لازم نلعبو كونت منتخبات خويا، مشينا للنيجر ما النيجر ما كان والو، يعني لعبنا امام ناكدوها باننا لعبنا امام منتخب يعني ما منتخب ضعيف خويا، منتخب ضعيف اللي ولات عليه لازم نفطرو ولازم منا ولازم من لازم من منتخب لعبنا امام منتخب يعني ما يعني ماشي زعما كرانا نطيحو من القيمه ولا، بصح منتخب ضعيف يعني كيما تبغوا نديرو معاكم كيما كون باغي شنو باغي نقولكم منتخب قوي النيجر، لا منتخب ضعيف لازم لنا الخدمه، لازم لنا الخدمه، لازم لنا نخدمو مليح. يا قال لك البنت ضرب بيت عمونا حنايا بيت عمونا البنت الشعيبي قال لك بنت فالا ما هوش فالا بنت اورجو هذا ما هوش فالا ندخلك مليح في ريسانكم باش يكون. المهم يعني وين ضربك كاع من لا نعرفوا بلي المنتخب الوطني الجزائري يعني ما زادت له خدمه، ما راناش يعني ما زال ما كان والو، ما درنا والو، هذه هي بالتالي كاع اي تجي تكذب عليا انا واحد يقول لي بلي بنت شعيبي او في با فالا وي فالا با اورجو باينه تقول لي فالا ماهوش فالا با هم ولكا على انت الا هنا البنت زاوج تاعك تاع لي مركو تاع لهنا البنت بنت فالا بانيك يا انا نروحو زايد ابا كان صاري تعقل كنا نربحو تاع 35 مباراة اربح لا ناتي لا اداء لا والو اربح ويخرج الاخر كيسموه يعاين الصحافة ما تحضرش معايا ما تديروش معايا ما تحضرش معايا ما تديروش معايا على فقدبونا ارواح باش تطرب ما النتيجة 1-0. المهم سكور ربحنا 3 نقاط ما كنش ربحنا
ربحنا 3 نقاط وصحيح، هذا مكان ربحنا 3 نقاط وصحيح. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم. صعبتكم خاطي.